قالت 10 منظمات حقوقية دولية إن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلال القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية وعزل 57 قاضيا على وجه السرعة. في بيان صحفي مشترك اعتبرت هذه المنظمات ومن بينها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين اعتبرت أن تحركات الرئيس اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم فورا وإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم. مديرة مكتب هيومان رايتس ووتش قالت إن الرئيس سعيد ألغى بهذا المرسوم أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. وينضم إلينا عبر زوم من تونس سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين. أهلا بك سيد سعيد. يعني هذه الإدانات المتتالية وعلى رأسها أو آخرها اليوم هذه الإدانة من منظمات حقوقية وازنة في الواقع بحق هذا الإجراء الذي اتخذه السعيد ضد القضاة، لأي درجة يمكن لها فعلا أن تشكل ضغطا على الرئيس الذي يبدو أنه ماض في خطته؟ شكرا على الاستضافة. أعتقد أنها ممكن أن تشكل ضغطا لأنها تأتي في انسجام وفي اتساق مع مواقف القضاة والهياكل الممثلة للقضاة التونسيين. ما يقوم به الرئيس قيس سعيد منذ شهور هو هجوم ممنهج على استقلال السلطة القضائية، على مبدأ الفصل بين السلطات، على مبادئ سيادة القانون، وعلى نصوص دستورية واضحة تضمن استقلال المؤسس للقضاء وتضمن كذلك الاستقلال الفردي للقضاة. الرئيس أعطى لنفسه صلاحية تدبير المسار المهني للقضاة، صلاحية طلب عزلهم بشكل مباشر، وحتى مع التغييرات التي أدخلها في مرسوم 11 قبل شهور لم تكن كافية بالنسبة له، والآن يعطي نفسه صلاحية العزل المباشر من خلال المرسوم بدون احترام أي إجراءات، بدون احترام حقوق القضاة فيما يتعلق بقرينة البراءة، الحق في الدفاع، الحق في الطعن في أي اتهامات ضدهم. القضاة ليسوا فوق القانون، ولكن كذلك القضاة ليسوا تحت القانون، ويجب أن يتوفروا أن يتمتعوا بكل الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المواطنون التونسيون والمتقاضون التونسيون بشكل عام. ما نلاحظ أيضا أن هذا الهجوم على القضاة ليس فقط على المستوى المؤسسي وإخضاع مجلسهم الأعلى للقضاء الذي ضمنه الدستور العديد من الضمانات بما في ذلك الاستقلال المؤسسي ومبدأ حق الانتخاب للقضاة. هذا الإخضاع المؤسسي للقضاء يتماشى كذلك مع إخضاع فردي للقضاة، والآن لاحظنا من خلال اللائحة التي تم لائحة القضاة الذين تم عزلهم أن هناك العديد من القضاة الذين عزلوا ليس لأن هناك تهم أو شبهات حولهم فيما يتعلق بفسادهم، ولكن هناك تم عزلهم بالدرجة الأولى لأنهم قالوا لا للرئيس ولسلطة تنفيذية، ولأنهم رفضوا التدخل في عمل السلطة القضائية، ورفضوا تسييس القضاء واستهداف خصوم الرئيس والخصوم السياسيين للسلطة التنفيذية. طيب هل لاحظتم يعني أي تجهير لقضايا سياسية يعني كانت أسندت لهؤلاء القضاة الذين عزلوا وأسندت الآن بعد عزلهم لقضاة آخرين؟ أتحدث عن قضايا الموجهة ضد نواب بعينهم أو ضد يعني كيانات وسياسيين تونسيين أيضا؟ هذا لم نلاحظه لحد الآن لأنه الإعفاء ركز بالدرجة الأولى، وأن عدد مهم جدا من الذين تم إعفائهم هم قضاة نيابة عامة وهم قضاة تحقيق. الرئيس في لقائه مع وزيرة العدل كانت هناك شكاوى متكررة أنه لم يتم تنفيذ الأوامر أو لم يتم الالتزام بالتحقيقات التي أعطاها هو أو الأوامر التي أعطاها فيما يتعلق بالتحقيق في أعضاء البرلمان الذين اجتمعوا، وأنه كان هناك لقاء مباشر أشار فيه إلى أن هذه التحقيقات لم تتم بالشكل الذي هو أراده. من بين القضاة الذين تم عزلهم هناك الوكيل العام وكيل الجمهورية في تونس، وكيل محكمة الاستئناف، وكيل المحكمة الابتدائية،
عميدة وقيدهم قضاة التحقيق. إلى حد الآن لم يتم تعويض هذه الخطط أو هذه الوظائف. سوف نرى إذا كان هناك قضاة آخرون سوف يقبلون بتعويض زملائهم. فقط التركيز هنا على أن الهياكل المماثلة للقضاة، الجمعيات المماثلة للقضاة، دعت كل القضاة التونسيين إلى عدم تعويض القضاة الذين تم عزلهم بناء على إجراءات مشرفة وإجراءات غير قانونية، ولا تضمن أي من الضمانات التي يقرها القانون والدستور التونسي لهؤلاء القضاة. نعم، لكن الرئيس التونسي يعني منذ يعني بداية تنفيذه لهذه الخطط يردد دائما أنه يقوم بهذه الخطوات من أجل تطهير البلاد ومن أجل تخليصها من الفساد ومن أجل أيضا الوصول إلى ما يريده الشعب طبعا على حد تعبيره. أليست هذه الخطوة هي جزء من يعني حسن النوايا ربما الذي يحاول قيس سعيد تقديمه للشعب التونسي بأنه خطوة ضرورية من أجل المضي قدما في تحديث وتطوير البلاد وتخليصها من الفساد؟ لا أحد يتعارض مع مبدأ محاربة الفساد. فقط يعني بين قوسين، الرئيس أمضى وقع على مرسوم المصالحة الجزائية في قضايا الرشوة وفي قضايا الفساد، وأعفى حتى المتابعات القضائية في هذه القضايا. يعني أن هناك تناقض بين، من ناحية أن نقول أنه نريد محاربة الفساد على مستوى القضاء، وفي نفس الوقت إصدار مرسوم يعفي المتابعة القضائية في قضايا الفساد، يعني مرسوم الصلح الجزائي. فيما يتعلق بالفساد القضائي، أعتقد أن هذا موضوع جد مهم لأجل تحقيقه ولأجل أن يتحقق الفساد، ومن أجل إعادة أو وضع ثقة الجمهور في هذا القضاء، يجب أن تتم محاربة السلوك القضائي المخل من خلال إجراءات ومن خلال الهياكل. أولا دعنا نتحدث عن الهياكل. السلطة التنفيذية لا يمكن لها بموجب مبادئ سيادة القانون، بموجب الدستور، أن تتدخل في عمل السلطة القضائية. السلطة القضائية هي المخولة دستورا وقانونا للبت في ملفات التأديب القضائي، وإذا كانت هناك أي أدلة على ارتكاب القضاة لممارسات تقع تحت طائلة القانون، يمكن أن يتم الفصل في هذه القضايا من طرف المؤسسات القضائية المختصة، المجلس الأعلى للقضاء كما أتى به الدستور، ليس في صيغته الحالية ولكن المجلس الأعلى للقضاء للدستور، وأن يتم المجلس الأعلى للقضاء كما أتى به الدستور، وأن يتم هذه ممارسة محاربة الفساد أن تتم عن طريق إجراءات تضمن حقوق هؤلاء القضاة أو نعم هؤلاء المدعين العامين في كل الضمانات الأخرى التي يتمتع بها كل المواطنين التونسيين وكل المواطنات التونسيات. نعم بالحديث عن ثقة الجمهور سيد سعيد، يعني أيضا هل هنالك بعد هذه الخطوة أي ضمانات يمكن استخدامها لنقول بأن الجهاز القضائي التونسي اليوم في تونس جهاز قضائي مستقل؟ الجهاز القضائي بموجب الدستور والمجلس الأعلى للقضاء بموجب تركيبته التي أتى بها الدستور والقانون هو جهاز قضائي مستقل. أن يكون هناك قضاة غير مستقلين، أن يكون هناك قضاة فاسدين، فهذه أمور يتم الفصل فيها من خلال الإجراءات الواردة في القانون والدستور. بالنسبة للجمهور، أعتقد من الضروري هنا أيضا التركيز على أن المجلس الأعلى للقضاء الذي أتى به الدستور 2014 تم تنصيبه في 2016. أن هذا المجلس مدة اشتغاله خلال التي تم الإشارة إليها هي مدة 4 أو 5 سنوات. أكيد أنه تم تحقيق مجموعة من المكتسبات خلال هذه الـ4 سنوات، وأن هناك العديد من الأمور الأخرى التي يجب الاشتغال عليها. هذا مسار، جزء من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. تونس تعيش هذه الممارسة الديمقراطية لمدة 10 أو 11 سنة. نعم هذا ليس تقليل من أهمية الاتهامات التي يمكن أن توجه للقضاء فيما يتعلق بالفساد، ولكن أن يتم محاربة الفساد من خلال نعم أو إدعاءات الفساد دون أن نعطي لهؤلاء القضاة الحق في الدفاع عن أنفسهم، فهذا ليس بمحاربة الفساد. أعتقد أنه تقويض لسيادة القانون، وأؤكد أن عدد الأغلبية الساحقة من هؤلاء القضاة الذين تم عزلهم لم يتم عزلهم بناء على أي ملفات أو بناء على أي اتهامات بالرشوة، ولكن فقط الأسس، هناك أسس معقولة اعتقاد أنه تم عزلهم لأنهم رفضوا الانصياع إلى أوامر ولأنهم رفضوا تدخل السلطة التنفيذية في سلطة القضاء. شكرا جزيلا لك سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، حدثنا من تونس.